السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم أعزائي طلبة في فيديو جديد من شرح مادة الصحية. إن شاء الله في هذا الفيديو راح نبدأ بأخذ مثال على موضوع الـ Needed Fair Flow. أيوة، وحكينا سابقا عن الـ Needed Fair Flow إنه هو عبارة عن كمية المياه اللي أنا بحتاجها لإطفاء مبنى معين حدث فيه اشتعال، تمام؟ فأنا بدي أحسب الـ Needed Fair Flow اللي أنا بحتاجها لمبنى معين، وقلنا عشان تحسب الـ Needed Fair Flow اللي هي كمية المياه اللي أنت بتحتاجها، أيوة، عشان تحسبها في عندك أربعة فاكتورز، الأربعة فاكتورز تحدثنا عنهم بالتفصيل ممل، وكان أول فاكتور عندنا اللي هو عبارة عن الـ Construction Factor، تمام؟ وقلنا إنه هو عبارة عن 18 في F في AI قوة نص، وحكينا إنه الـ F هي عبارة عن الـ Construction Class، يعني المبنى نفسه من إيش مصنوع، وقلنا إنه في عندنا 6 كلاس، وكل كلاس طبعا بتتقيد ب وكل كلاس عندنا بتتقيد يعني بمفهوم معين، تمام، بحيث انه الاف مثلا للكلاس الاول كانت يعني انه من ايش المبنى مصنوع، المبنى كان مصنوع مثلا من وود معناته الاف له 1.5، ايوه، او الاف بتكون 1 لو المبنى اوردينري، او نون كومباستبل معناته الاف 0.8 او 0.6 لو انه كان فاير ريزيستيف، تمام. طيب وبالنسبه للاي اي هي عباره عن الافكتيف اريا اللي هي المساحه الفعليه اللي ممكن يصير عليها احترار، تمام، واللي هي بتساوي الاريا لللارجست فلور مساحه اكبر طابق زائد اما 50% من مساحه الطوابق الاخرى او 25% من مساحه الطوابق الاخرى حسب طبعا الكلاس. اذا الكلاس كانت من 1 ل 4 معناته باخذ 50%، 5 او 6 باخذ 25% من مساحه الطوابق الاخرى، تمام. طيب واخذنا الفاكتور الثاني اللي هو عباره عن الاكيوبنسي، وقلنا الاكيوبنسي في عندنا خمس كلاسز اللي هن C1 وC2 وC3 وC4 وC5. C1 كانت اللي هو يعني مش كومباستبل نون كومباستبل، C2 كانت ليميتد كومباستبل الاحتراق بكون ضعيف زي مثلا الموسكس زي تشيرشز، ايوه، C3 مثلا كانت زي السوبر ماركتس او الفود ماركتس اللي هن بتكون لهن الاو بتساوي 1، تمام، وبتكون يعني مودريت كومباستبل، اما بالنسبه لC4 فبتكون فري بيرنينج، يعني انا هاي بخزن فيها مثلا اخشاب، بصنع اخشاب، فالاخشاب سريعه الاشتعال، فبالتالي بتكون عندي الاو 1.15، وكل ما زادت الاو طبعا بزيد عندي النيدد فاير فلو اللي بحتاجه، لانه احنا بنعرف انه الاكيوبنسي يعني مثلا انا عندي اخشاب معناته انا هاي الاخشاب ممكن تشتعل بشكل اسرع، لاجي هيك انا بدي كميه مياه اكبر عشان اطفي النار اللي ممكن تصير في هذا في هذه المنشاه، تمام. والسي 5 حكينا اللي هو الاكسبلوسيفز او اللي هن البينتينجز اللي هن مواد كيميكالز قابله للاشتعال بشكل كبير، باخذ لها الاو بتساوي 1.25. وشفنا انه ممكن البيلدينج الواحد يكون عندي له اكثر من استعمال، اكثر من اكيوبنسي، فكان في عندنا مجموعه من الشروط، ايوه، فحيث انه حكينا عشان احكي انه المبنى سي 1 لازم يتحقق شرطين، انه 95% من المبنى او اكثر تكون سي 1، وايضا ما في عندي سي 5. طيب اذا ما تحقق هذا الشرط بدي اروح على الشرط اللي بعده اللي هو تاع السي 2، عشان احكي انه المبنى سي 2 بدي اشوف انه الكلاس او الكونستراكشن كلاس تكون عندي 5 او 6 للمبنى، بالاضافه انه السي 1 مع السي 2 بشكلوا لي 80% او اكثر. طيب اذا انه ما زبط هذا الشرط بروح على الشرط اللي بعده اللي هو تاع السي 4. طيب بحكي لك عشان يكون المبنى سي 4 لازم يكون انا عندي سي 4 وسي 5 حوالي نسبه 25%، تمام، واذا هاي كانت موجوده حكينا ال 25% راح تلغي الشروط اللي فوقيها، شيء طبيعي طبعا، ايوه، وايضا السي 5 تكون اقل من 15% نسبتها، تمام. طيب ممكن ايضا انه اذا ما زبط هذا الشرط نروح على شرط السي 5، انها السي 5 اذا كانت بقول لك المبنى تاعي بيحتوي على سي 5 بمقدار 15% او اكثر، معناته الاو بتكون عندي عباره عن سي 5 وبالتالي باخذها 1.25، تمام. طيب اذا ما تحقق ولا شرط بتاخذه سي 3 والامور عندك بتمشي زي اللوز، تمام. طيب الان هذا بالنسبه للاكيوبنسي فاكتور، في عندنا ايضا الاكسبوجر فاكتور اللي هو الاكس اي واللي بجيبه من خلال الجدول، تمام. هذا الجدول اذا بتتذكر حكينا انه بحتاج فيه الكونستراكشن ايفالويتد بيلدينج اللي هو اما بكون فريم خشبي او ماسونري وذ اوبننجز، ايوه، مع او الحاله الثانيه اللي هو بلانك ماسونري، يعني الايفالويتد بيلدينج اللي هو احنا حكينا في عندنا مبنيين، واحد بتعرض للاحتراق اللي هو مثلا نفترض هذا بتعرض للاحتراق، ايوه، فيكون هذا الفيسنج وول تاعه، الفيسنج وول هو الجدارين المتقابلات، فيكون الجدار تاعه هذا اللي بتعرض للاحتراق اللي هو الايفالويتد يكون مثلا بلانك، تمام، الحاله الثانيه. طيب بشوف اي حاله وبعدين بشتغل، بدي اروح اطلع الديستانس بين المبنيين، مسافه اللينث بيناتهم او الديستانس، وبعدين بدي اروح اطلع اللينث هايت للاكسبوست بيلدينج، بدي اشوف ارتفاعه واضربه في ال اللي هي المسافه او اللي هو الطول تاع الفيسنج وول تاع الاكسبوست بيلدينج، بعدين بروح بجيب الفاكتور عن طريق اني اعرف الكونستراكشن كلاس للاكسبوست بيلدينج، وزي ما هو موضح
في الجداول السابقة. هاي هو الجدول، يعني نرجع عليه بشكل سريع. هذا هو الجدول كان عندي. كنا نروح آخر شيء كنا نجيب الكونستراكشن كلاس، وكنا نشوف إنه في عندي إذا كانت 2 أو 4 أو 5 أو 6 في 3 حالات، بدي أعرف إيش نوع حماية الأوبنينج، إنها أنا بروتكتد ولا سيم بروتكتد ولا بلانك، أو إنه ممكن يكون الكونستراكشن عندي 1 و3، أيوة 1 أو 3 الكونستراكشن كلاس تكون، فباخذ هذا العمود. تمام. طيب وبعدين إجينا للبي آي اللي هو الكوميونيكيشن. حكينا عن الكوميونيكيشن بهاي الصورة، تمام، إنه يعني بيكون جسر بين مبنيين، وإذا ما كان الكوميونيكيشن موجود مباشرة البي آي إيش بتكون؟ بتكون عبارة عن 0. تمام. طيب وايضا عشان اجيبه بدي اشوف الباسج واي بروتكشن، طريقه الحمايه، هل في بواب للحمايه مثلا بهذا الباسج واي ولا ما في بواب حمايه. تمام. ايضا بدي اشوف الكومباستابيليتي، يعني هل الكوميونيكيشن كومباستابل ولا نون كومباستابل، قابل للاحتراق ولا غير قابل للاحتراق، وهل الباسج واي هاي مفتوحه اوبن ولا انكلوزد. ايوه. وبرضه بدي اعرف المسافه بين المبنيين، تمام، لايجاد البي اي. ايوه. وبعد ايجاد البي اي خلاص بكون اوجدت كل الفاكتورز اللي بدي اياها، بروح بطلع نيدد فاير فلو. عشان اطلع نيدد فاير فلو بعد ما اطلعه ما بنسى انه اقربه لاقرب 250 اذا كانت قيمته اقل من 2500، واذا كانت قيمته اكبر من 2500 بقربه لاقرب 500. هاي هي كمراجعه سريعه لموضوع نيدد فاير فلو. نيجي الان نحل اول مثال على هذا الموضوع. بحكي لك ادايري بروسيسنج أيوة building of ordinary construction. نفترض إنه هذا المبنى الأول يعني عبارة عن A، تمام، مبنى A. أيوة. لا يعني نحاول نرمز نعطيهم رموز عشان يعني نسهل على حالنا الحل. تمام. طيب فبحكي لك dairy processing. Dairy processing building يعني هذا مبنى مختص بالألبان. تمام. فمباشرة يوم يحكي لي عن المبنى إيش الشغل اللي بصير بالمبنى، معناته هذا occupancy. طيب dairy processing مش هي عملية طعام، يعني تخزين طعام وصناعة طعام، معناته food markets، صح، food marketing أو سوبر ماركت. فأنا في عندي وأنا dairy processing يعني ملبني بالمختصر. طيب الملبني هاي المفروض إيش يكون الـ O الـ occupancy تاعها، يكون تاع food markets. مين هو تاع food markets؟ لو رجعنا لفوق منشوف إنها C3 هي المسؤولة عن الفود. تمام. أيوة. وإحنا حكينا لكم هذول المفروض إنكم تحفظوهم، هيها هون. تمام. فهي classification 3، وين الفود ماركتس؟ هيو. تمام. فيعني دائما الدايره بروسيسنج، ايوه، يعني هذا يعني بتصنع البان عندي، فانت بتصنع البان. لاحظ انه بكلاسيفيكيشن 2 ما كان في عندي تصنيع البان او تصنيع طعام، ما في بالمره، بينما هون بكلاسيفيكيشن 3 هي الوحيده اللي فيها الطعام. فيوم يجيك طعام دايره بروسيسنج، اي صناعه، اي عمليه صناعه طعام، هي كلاسيفيكيشن 3 مباشره. تمام. فاذا هاي سي 3 معناته الاو راح تكون كم؟ راح تكون 1، صح، لانه الاو تاعت المبنى الاول للسي 3 راح تكون عندي 1. خليني انزل على المثال بس. هاي طبعا الجدول تحت المفروض موجود، هي هون مثلا هاي السي 3، ايوه هيها 1 الاو الها. تمام. فاذا احنا هون نيجي نحكي هون انه اول شيء عندي المبنى A اللي هو دايره بروسيسنج احنا سميناه، الاو له كم؟ 1 مباشره، الاو اي له 1، خلص ارتحنا منها. تمام. يعني هي مش صعبه ايجادها، وانما بس بدك تكون فاهم الكلاسيفيكيشن تاعاتك. طيب قالك اوف اوردينري كونستراكشن، لاحظ اعطاك الكونستراكشن، كونستراكشن اوردينري، معناته شو بتقدر تطلع؟ بتقدر تطلع اف، الاف تطلع من الكونستراكشن اللي هي الكونستراكشن كلاس، وقال لك وذ ان بروتكتد اوبننجز، يعني الفتحات تاعته مش محميات، يعني هذا المبنى فيه فتحات، فيه شبابيك، بس مش محميات هذول الشبابيك. تمام. فبالتالي اذا الاوردينري كونستراكشن يعني ايش الاف له؟ ايوه بدي اروح اشوف الاوردينري والله من تحت هون. هيا فعندنا الاف، وين الاوردينري؟ هي الاوردينري كونستراكشن. تمام. قديش الاف بتكون؟ 1. اي كلاس؟ كلاس 2. فباجي بحكي له والله المبنى الاول هذا عندنا الاف له بتساوي 2، واي كلاس، عفوا، بتساوي 1 الكلاس الثانيه قيمتها 1 والكلاس 2. تمام. طيب نيجي للنقطه اللي بعديها. طيب بقول لك از 100 فيت باي 150، اذا هذا المبنى كمساحه هو عباره عن 100 فيت 150 فيت. تمام. اند 12 فيت ستوري هاي، وارتفاع الطابق فيه 12 فيت. طبعا ارتفاع الطابق انا ما بيهمني بالفيت، انا بيهمني عدد الطوابق. تمام. اذا بتتذكر بالاكسبوجر. طيب ان ادجيسنت بيلدينج، اذا هذا المبنى قديش مساحته؟ 100 باي 150. تمام. طيب وهو عباره عن طابق واحد هذا المبنى، ما حكى لي عدد الطوابق، حكى لي انه طابق واحد بس. تمام. فبالتالي هو عباره عن مساحته، يعني هاي هون نقول المساحه 100 ضرب 150 فيت. تمام.
طيب نشوف شو بيكمل لنا بعدين بنحط المعطيات. بقول لك ان ادجيسنت بيلدينج، ادجيسنت بيلدينج اللي هو المبنى المجاور له فور فود، كمان ادجيسنت بيلدينج فور فود معناته ايش الكومباستابيليتي كلاس له، ايوه، او الاوكيوبانسي تاعه للفود معناته سي 3 نفس المبنى الاول. فالمبنى الثاني اللي هو بي بدي اسميه، طيب نيجي هون نحط المبنى الثاني اللي هو بي، الاو له كمان بتساوي واحد لانه ايش للطعام، تمام. طيب فود اند بيفرج سيلز از ماسونري كونستراكشن، ماسونري كونستراكشن معناته بقدر اطلع الاف، الاف هنا للماسونري ايش راح تكون؟ راح تكون هي الكلاس الرابع، صح؟ ايوه تعال نرجع نتاكد، الكلاس الرابع هيها اللي هي عباره عن ماسونري، ماسونري او نون كومباستبل، تمام. فبالتالي الكلاس الرابع بتكون اف بتساوي فيها 0.8، تمام. فاذا الاف عندنا هون 0.8. فالموضوع بس انك تجيب المعطيات بالشكل الصحيح، واي كلاس؟ كلاس 4، تمام. طيب ممتاز. احنا انا تلاحظ انه قاعد بطلع لكل مبنى القيم كلياتها اللي بدي اياها، لانه حتى المبنى المجاور انا بحتاج للاف تاعيته، تمام. يعني حتى المبنى اللي ما بدي احسب له، ايوه، بحتاج الاف تاعيته بالاكس بوجر بالاكس، وبحتاج الى مثلا بالقيم الثانيه، تمام. فانه بحتاج الى بالاكس، بحتاج الى بالاكيوبنسي، حتى ممكن احتاج لها لو كان عندي مالتي، يعني لو كان مالتيبل اكيوبنسي، تمام. فبالتالي انت الاف دائما محتاجها للمبنيين، تمام. الاو محتاجه للمبنيين، طلع يعني خلص كل شيء طلعوا اول باول، تمام. واخر شيء ببين معك، طالب للمبنى الاول بتطلع للمبنى الاول، طالب للمبنى الثاني بتطلع للثاني، عادي. فالموضوع سهل انه ايجاد المعطيات، تمام. طيب بحكي لك كمان هذا الماسونري كونستراكشن وذ ان بروتكتد اوبننجز، اذا هذول الاثنين ان بروتكتد اوبننجز، تمام. اذا هذا ان بروتكتد اوبننجز، هذا ان بروتكتد اوبننجز، وهاي وين بتفيدنا؟ بتفيدنا بالاكسبوجر، تمام. لانه ممكن اكيد في واحد منهم اكسبوجر للثاني، وممكن يحكي لي طلع نيدد فاير فلو للاثنين، عادي. فبدك مره تعتبر هذا الايفالويتد بيلدينج، ومره بدك تعتبر A يعني evaluated building، ومره بدك تعتبر B exposed building، وبعدين تعكسهم بالمره الثانيه. فيعني لاجل هيك انت بدك تاخذ كل المعطيات بعين الاعتبار، وهذا كمان انا protected openings، تمام. طيب ممتاز، لحد الان تقريبا خلص السؤال. هسه بحكي لك 100 feet by 100 feet، ايوه، and 3 stories high. لاحظ المبنى B بقول لك ارتفاعه 3 طوابق، هذا المبنى قديش ارتفاعه كان؟ 1 story، تمام. مبنى A، طيب مبنى B 3 story، وايضا قديش المساحه تاعيته؟ 100 في 100، تمام. طيب حلو، بعدين اجى ايش حكى لنا؟ قال لي ذا 100 فيت وولز، لاحظ قال لك ال 100 فيت وولز اوف تو بيلدينجز فيس ايتش اذر. يعني ايش يعني هذا الكلام؟ ال 100 فيت وولز يعني الجدران اللي طولهم 100 هم المتقابلات. هسه مش هذا في 100 ب 150، معناته ال 100 اللي هون بتقابل واحد من الميات هذول. يعني لو بدي اجي ارسم المبنيين، ايوه، مثلا درسوا مبنى بي، طبعا مبنى بي هو الاعلى، ايوه، وهذا هيك مثلا هذا الفيسنج وول، الرسم هذا للتوضيح. في عندنا كمان المبنى الثاني اللي هو A، ايوه. طيب هذا مبنى A مثلا، وهذا B. طيب B، ايوه، بيحكي لك انه الفيسنج وول هذول هم عبارة عن المية بتقابل المية، يعني المية فيت هنا بيقابلن بعض، يعني قديش طوله هذا؟ هذا 100، وقديش كمان طول هاي؟ هاي 100، إذا الفيسنج وول طوله 100. هذا قديش ارتفاعه؟ 3 ستوري، وهذا قديش ارتفاعه؟ 1 ستوري، تمام؟ بس، طيب، فنيجي نكمل، بعدين بحكي لك في عندنا 35 فيت أبارت، إذا هذول المسافة بيناتهم قديش؟ 35 فيت، حلو، فإذا المسافة بيناتهم 35 فيت، كويس. يعني انك ترسم، بس مش شرط ترسمها مكعبات، يعني ارسمت المكعب بس عشان اوضح لك المية هاي وين جاي، تمام. ممكن ترسمهم مستطيلين. طيب and both walls have doorways of combustible construction، وايضا بقول لك البوث وولز عندهم doorway، الدورواي نفس الباسج واي، يعني في جسر بيناتهم، يعني في جسر بين هذول المبنيين زي جسر اللي شفناه، تمام. اذا في جسر بيناتهم، هذا الجسر ماله؟ طبعا طوله اكيد بده يكون بطول المسافه اللي بيناتهم اللي هي 35 فيت، ايوه. بعدين ايش بحكي؟ بحكي لك كومباستبل كونستراكشن، اذا هذا الجسر ايش ماله؟ كومباستبل كونستراكشن، والكوميونيكيشن ان بروتكتد، تمام. فاذا بالنسبه للكوميونيكيشن، يعني الكوميونيكيشن فاكتور اللي عندي، ها الكوميونيكيشن اللي هو مين؟ البي، صح؟ الكوميونيكيشن، طيب اللي رمزه كان بي، قال لك بحكي لك عنه انه هو اول شيء كومباستبل، حكى لي الشغله يعني قابل للاحتراق. الشغله الثانيه ايش حكاها؟ انه ان بروتكتد، ان بروتكتد اوبن، ان بروتكتد
اوكي تمام. طيب فنيجي نكمل، بحكي لك كالكوليت ذا نيدد فاير فلو فور ايتش بيلدينج، يعني بده للاثنين تحسب نيدد فاير فلو. حلو، طلعنا كل المعطيات، كيف نحسب نيدد فاير فلو للاثنين؟ سهل. اول شيء لازم يعني بدنا نفترض، يعني اول شيء بدي اعرف مين الايفالويتد بيلدينج اللي بشتغل عليه ومين اللي جنبه، مين الاكسبوز بيلدينج. اول شيء احنا بدنا نحسب نيدد فاير فلو لمين؟ لايه. نيدد فاير فلو لايه معناته ايه هو الايفالويتد بيلدينج، صح؟ هو الايفالويتد. طب ما دام ايه هو الايفالويتد بيلدينج، بدي اروح هسه مباشره اروح احسب له الكونستراكشن فاكتور. ما هو نيدد فاير فلو عباره عن كونستراكشن فاكتور ضرب الاوكيوبنسي ضرب اللي هو الفاكتور تاع الاكس زائد البي اي، هذا الفاكتور اللي بنروح بنطلعه لحالنا. تمام. طيب هسه بالنسبه للسي اي بدي احسبها لمين؟ لاي، يعني بدي احسبها لاي، والاو اي لاي، وهذول كمان بنحسبه لاي، بس المبنى المجاور له اللي ضده يعني على الجهه الثانيه راح يكون مين؟ بي. فانا هون بي مفترضه ايش؟ هو الاكسبوز بيلدينج. تمام. طيب ملاحظة مهمة. طيب ممتاز، نيجي نكمل. نيجي من أول شيء السي آي لأيه. طب السي آي لأيه إيش بيساوي؟ السي آي بالنسبة لأيه قال لك والله 18 في F في الـ AI قوة نص. طيب ما هو هذا طابق واحد، معناته خلص بس بدي أخذ مساحة الطابق الواحد. تمام، بس هو طابق واحد معناته بأخذ بس المساحة اللي هي 100 150. فمنيجي نحكي اللي هو عبارة عن 18 في الـ F تاعت الـ A اللي هي واحد، كانت الـ F لأنه كلاس 2. تمام، فهي واحد. طيب وعندنا 150 المساحة في 100. تمام، بس هو طابق واحد فما في داعي والله يضيف 50% من الطوابق الأخرى، هو بس طابق واحد. فلو جينا حسبناها، خلينا نجي هون نحسبها على الحاسبة. أيوة 18 ضرب 150 ضرب 100 كله قوة 0.5. تمام، فيعطيك 2200، يعني هون 2204.5 طبعا إيش جالون بير مينت الوحدة، هاي السي اي خلصنا منها. طب نيجي للاو، الاو والله احنا اصلا مخلصانين منها للاي لانها واحد طلعناها اول اشي، صح؟ مش طلعناها وحكينا انه هو عبارة عن دايرة بروسيسنج. طيب النقطة اللي بعديها بدنا نيجي نطلع حس الاكس اي الو والبي اي. طيب بالنسبة للإكس آي والبي آي عشان نطلعهم من نروح على الجداول تاعاتهم، بس بدي أشوف المعطيات، يعني إيش بدي أخذ معي على جدول إكس آي. جدول إكس آي أول إشي بدي أخذ شو هو الفيسنج وول تاع الإيفاليويتد، صح؟ يعني أول معطى اللي هو الفيسنج وول تاع الإيفاليويتد، مين إيفاليويتد؟ هو إيه، والفيسنج وول إلو أيوة with opening masonry with opening، أو يعني اللي هو إيش كان، كان إنه عبارة عن ordinary ordinary، وكمان ايش في opening، صح؟ مو قال لي with an protected openings، معناته في opening. فبالتالي اذا هذا ordinary، معناته اول اشي انا بفهم بالاكس اي له انه الايفالويتد بيلدينج راح اروح على الخانه الاولى اللي من فوق، بتكون مش في عندنا خانتين، واحد من فوق واحد من تحت، مش راح اروح على البلانك، راح اروح على اللي فيها ايش، اللي فيها opening. تمام، اللي هي الاول. طيب بعد الopening بدي اروح على المسافه بيناتهم، صح؟ المسافه بيناتهم اللي هي ايش؟ اللي هي المسافة بيناتهم 35 كانت، صح؟ هو معطيني اياها بالسؤال، هي هو على الرسمة حطيناها 35. طيب بعدين بدي اروح للينكث هايت، اللينكث هايت لمين؟ للاكسبوزد بيلدينج، مين الاكسبوزد؟ اللي هو البي، صح؟ طيب فالبي ما دامه اكسبوزد بيلدينج فبدي اشوف اللينكث هايت له. والله هسه هون انا عندي وذ اوبننج، ما دام انا بالحالة الأولى، بالحالة اللي فوق، ما بشتغل على البلانك اللي تحت، البلانك اللي فيها فرق ارتفاعات وهالقصص مش مهمه بالنسبه لي. هسه انا باخذ ارتفاعات زي ما هي لانه انا ما بشتغل على حاله البلانك، بدك تركز بهاي القصص. تمام، فبالتالي احنا هون المسافه بيناتهم 35 بالنسبه للبي، كم ارتفاعه؟ 3 طوابق، وكم المسافه تاعت الفيسنج وول؟ 100. فباجي بحكي 3 في 100 راح تطلع قديش؟ 300 الهايت. ومن هون بروح بجيب الاكس اي. تمام، اكس اي بروح بجيبه من الجدول. وطبعا ايوه يلا بالمعيه الاكس اي عشان اجيبه بدي الكونستراكشن كلاس لبي. كونستراكشن كلاس لبي اللي هي جبناها قديش؟ كانت 4، فكونستراكشن كلاس 4، والأربعة كانت ان بروتكتد اوبننج، صح؟ مش حكينا عن البي ان بروتكتد اوبننج. طب يلا على الجدول خلينا نروح ننزل فيه هذول البيانات. فمنروح اول شيء والله الاكس اي هاي هون الجدول. طيب فقال لك ايش بالنسبه للمبنى ايه احنا قاعدين نشتغل؟ والله بالنسبة لأيه كان عبارة عن ماسونري with opening، صح؟ تونا حكيناها. طب المسافة كانت 35 اللي هي من 31 ل 60. طيب بالنسبة للينكث هايت كان 300، وين ال 300؟ هيا هون، سيبك من الأشياء الملونة هاي. تمام؟ طيب فهيها من 201 ل 300. طيب ال 300 وين بدي أروح فيها؟ بروح فيها على كلاس 4، صح؟ لأنه الإكسبوست كان كلاسه 4، وأيضا أنا بروتكتد فبدي أروح على العمود الثاني بروح هيك والله بتطلع 0.13. فإكس آي الأولى كانت قيمتها 0.13. تمام؟ فهي القيمة هون
0.13. طب بالنسبه للبي اي، البي اي شو بدها؟ بدها والله الكوميونيكيشن ايش طبيعته. الكوميونيكيشن اول شيء هل هو بروتكتد ولا ان بروتكتد؟ قلنا الكوميونيكيشن ان بروتكتد، وايضا كومباستبل. حلو ممتاز، اذا هو ان بروتكتد وايضا كومباستبل قابل للاحتراق. وايضا هل هو اوبن ولا انكلوزد؟ ايوه نرجع للسؤال نشوف هو اوبن ولا انكلوزد. والله وانا حكى لي ايش انه بروتكتد اوبن، اوبن كوميونيكيشن معناته هو اوبن، تمام يعني مفتوح. ايوه فبالتالي هذا اوبن. طيب والمسافه بيناتهم 35 فيت صح. طبعا بس ملاحظه بالنسبه على البي اي، جدول البي اي تعال يعني خلينا نروح عليه نجيب القيمه بالاول. ايوه هسه لاحظ جدول البي اي بس بعطيك لعند 50 فيت ترى، بس عند المسافه بيناتهم 50. اذا المسافه كانت اكثر من 50 فيت بيناتهم البي اي صفر ماشي. وهي الملاحظه هون مكتوبه بذيل الجدول، هي هون مكتوبه البي اي صفر يعني تحت مش مبينه يمكن بالسلايد. فالمهم البي اي بتساوي صفر اذا كانت المسافه بيناتهم اكثر من 50. طبعا احنا 35 35 هي هون بالعمود هذا، بس ايا تعال كومباستبل تمام. كومباستبل البروتكشن كان انا بروتكتد تمام، كانت غير محميه. طبعا هاي ما بتشمل السنجل كلاس اي هاي هيك تمام، فهذا غلط المستطيل هو المحطوط تمام. فانا بروتكتد مع الصف الاول بضل ماشي مع كومباستبل واوبن والمسافه بيناتهم ايش 35 يعني 0.1. طبعا بالنسبه للبي اي، البي اي هو بيعتمد على الكوميونيكيشن صح، فبالتالي هو ما له دخل بالمبنيين. يعني المبنيين احنا ما لنا دخل والله هذا الفيسنج وول له هالقد، هذا الفيسنج وول له هالقد، مش مهم. انا قاعد بحكي عن الكوميونيكيشن، فالكوميونيكيشن هو كانه يعني جزء لحاله جاي، فبالتالي البي اي ما بتفرق اذا انك انت حسبتها يعني مره ومرتين وعشرة، راح تضلها نفس ما هي، نفس المعطيات، نفس الكوميونيكيشن اللي عندك، نفس الجسر بين المبنيين تمام، فما راح يتغير تمام. خلص اعطاك اياه يعني اعطاك اياه مره واحده، فالبي اي تحسب مره واحده. يعني هسه بس نروح نحسب النيد فير فلو لبي، البي اي جاهزه معنا راح تكون تمام. فبالتالي البي اي عندنا بتساوي 0.1 ماشي. فاذا يعني مهم جدا تعرف انه البي اي ما بتنحسب اكثر من مره، خلص مره واحده يعني انت بتحسبها وصح يعني اكيد تحسبها ايوه وخلص بقدي، لانها ثابته لكل يعني لو سواء حسبت للاول ولا للثاني البي اي بتضلها ثابته قيمتها معك تمام. فالبي اي عندنا بتساوي 0.10 تمام. طب خلاص هسه الان شو ضل علينا؟ ضل علينا نطلع الفاكتور تاع هذول اللي هم الاكس اي والبي اي، اللي هو شو بتساوي 1 زائد اكس اي زائد بي اي تمام، اللي هو 1 زائد 0.13 زائد 0.1 واللي هي بتطلع 1.23. هسه ال 1.23 بضربها بواحد وبضربها ب 2204، فالنيدد فاير فلو هون لايه شو بيساوي؟ بيساوي 2204.5 ضرب 1 ضرب 1.23، واللي هي هاي بتطلع لو ضربناها ضرب 1.23 يطلع الجواب 2711. لازم اقربها ايوه، هاي اكبر طبعا من 2500، اكبر من 2500، وبالتالي التقريب عندي راح يكون اقرب لاقرب 500. طب مين الاقرب؟ الاقرب هاي محصوره بين مين ومين؟ محصوره بين 2500 و3000. مين الاقرب عليها؟ 2500 صح. فبالتالي بقول هنا تقريبا بحتاج 2500 جالون بير مينيت من النيدد فاير فلو لايه تمام. طيب نيجي الان الى البي، نحسب لبي. طيب ماشي، بالنسبه لبي هسه المره هاي بدنا نعكس الشغل. بالنسبه لبي بدنا نحسب، واي راح تكون عندنا اللي هي عباره عن الايفالويتد بيلدينج. طبعا نفس البيانات معنا ونفس كل شيء، الايفالويتد عفوا مش الايفالويتد، هاي الاكسبوزد راح تكون، والبي هي الايفالويتد اكسبوزد، وهاي البي هي الايفالويتد. طيب ماشي ايوه هسه بدنا نحسب لبي. طبعا ايوه ما بدي اجي احسب لبي، معناته بدي اطلع السي اي لبي، بدي اطلع الاو اي لبي، وجاهز الاو اي لبي اللي هو 1، وبدي اطلع كمان اكس اي والبي اي من جهه بي. بس قلنا البي اي ثابته لانها بتعتمد على الكوميونيكيشن، ما لها دخل لا بالبي ولا بالاي، الجسر بيناتهم ظل زي ما هو، ما تغير الجسر. لو تغيرت الكوميونيكيشن بيناتهم او الدور واي او الباسج واي معناته بتتغير البي اي، بس البي اي قال لك ثابته لهم اثنين، معناته البي اي 0.10 خلص يعني مش راح تفرق تمام. طيب بالنسبه للاكس اي، بدي اشوف الاكس اي، بدي ارد اعيدها مره ثانيه لانه تغير عندي الايفالويتد وتغير الاكسبوزد تمام. وبالنسبه للسي اي لبي بدي احسبها، السي اي لبي هي عباره عن 18 في الاف، الاف تاعت البي اللي هي كانت مش البي عباره عن نون كومباستبل او كانت ماسونري، فكانت كلاس 4 اللي هي 0.8 تمام. فباجي بقول 18 في 0.8 في الاريا، الاريا قوه نص طبعا، هاي قوه نص. طب ايش الاريا عندي لبي؟ بي لا تنسى انه ثلاث طوابق، ثلاث طوابق وهو من الكلاس الرابعة ايوه، معناته انا بداخذ مساحة طابق واجمع له مساحة الطابقين الثانيات، بس باخذ نص مساحة الطابقين الثانيات. كيف يعني؟ يعني هسه شو مساحة بي؟ 100 في 100 صح؟ ايوه 100
في 100 وهو ثلاث طوابق، فبالتالي أنا عندي أكبر طابق كم مساحته؟ 100 في 100، يعني وانا قلنا هاي مساحة الطابق الواحد، هاي مساحة الطابق الواحد، يعني 100 في 100 اللي هي 10,000، فبحكي 10,000 زائد أنا في عندي طابقين ظلوا، الطابقين قديش مساحتهم الاثنين اللي ظلوا؟ 20,000، بس قديش أخذ منها؟ أخذ منها 50% ولا 25% زي ما اتفقنا؟ أيوة 25% إذا كانت 5 و6 الكلاس، بس هون الكلاس 4 فبأخذ 50%، يعني بدي أخذ نص ضرب 20,000 اللي هم مساحة الطابقين اللي ظلوا، 20,000 اللي هي جاي من 10,000 زائد 10,000 اللي هم يعني عندي طابقين ظلوا، مش تروح تأخذ 30,000 أيوة تحسب مساحة الطابق الأول مرة ثانية معهم، لا انت اخذت الطابق الاول لحال والطابقين الثانيات اللي ظلوا الاثنين تاخذ نصهم، تمام؟ مش يعني هاي تروح تخليها 30,000 وانك حاسب ثلاث طوابق مره ثانيه، غلط بيطلع الجواب. فبالتالي هيك السي اي انت بتحسبها. طيب فالسي اي كم راح تطلع لو جينا حسبناها؟ خلينا نجي نحسبها، 18.8 ضرب اللي هي عباره عن 10,000 زائد نص ضرب 20,000 القوه كلها نص، تمام؟ فيطلع الجواب 2036.5 تقريبا. طيب فهي قيمة السي اي تاعت البي. حلو، طيب ماشي، ظل مين عندنا؟ الاكس اي تاع البي. طب الاكس اي عشان اطلع الاكس اي يلا نمشي فيهم. الاكس اي اول شيء ببلش الايفالويتد، الايفالويتد شو الكونستراكشن تاعه؟ هل هو ماسونري وذ اوبننج ولا بدون اوبننج؟ قال لك مع اوبننج، ما هو البي الاوبننج كان، فبالتالي هذا مع اوبننج، يعني الخيار الاول نحكي انه مع اوبننج، تمام؟ او الماسونري وذ اوبننج، وهيها حكينا انه هو ان بروتكتد اوبننج له، صح؟ فايله ان بروتكتد اوبننج هي، ما دام وان بروتكتد اوبننج معناته اكيد له اوبننج. طيب ماشي، اذا هاي النقطه الاولى. النقطه الثانيه بدك تروح بالجدول على ايش؟ على المسافه بيناتهم 35 ظلت زي ما هي. طب النقطه اللي بعديها اللينث هايت، هاي هي اللي بتفرق، تمام؟ اللينث هايت لمين؟ للاكسبوزد. طب الاكسبوزد ما هو مين هو؟ اي، وكم طابق هو؟ واحد، طابق واحد. وقديش المسافه تاعت اللينث له؟ اللينث للفيسنج وول هيها 100، ما احنا قلنا الميات هن المتقابلات، معناته باجي بحكي ال في الارتفاع اللي هو واحد، معناته بحكي ال بتساوي عندنا 100، فبالتالي 100 في 1 قديش تطلع 100، معناته بدي اروح على اللينث هايت 100 وبعدين اطلع والله القيمه تاعت الاكس اي، بس بدي اعرف ايش الكونستراكشن او ايش ايش الكونستراكشن كلاس لمين؟ للاكسبوز، والاكسبوز هذا الكونستراكشن كلاس له اثنين وانا بروتكتد اوبننج، صح؟ انا بروتكتد كمان اوبننج، فبالتالي هذا وذ كونستراكشن كلاس 2 وانا بروتكتد اوبننج. بدي اروح احط هاي البيانات بالجدول مره ثانيه، اذا بدي اروح اقول اوبننج، يعني الاوبننج هاي المقصود فيها انه الايفالويتد بيلدينج، انا قصدي فيها يعني توني حكيته انه الايفالويتد بيلدينج جاي مع اوبننجز، يعني باخذ الخيار الاول وليس الخيار الثاني، تمام؟ المسافه 35 ظلت بين هذول، وبعدين الخيار اللي بعديه اللينث هايت كان 100، فباخذ هاي القيمة. ايوه بروح عندي الكونستراكشن قديش كانت كلاس؟ 2 مع ان بروتكتد اوبننج معناته هون، تمام؟ بروح بنزل ايوه بلاقي القيمة 0.10، تمام؟ فبالتالي الاكس اي صارت 0.10 عندنا، فالاكس اي 0.10 قيمته. طيب خلص بس ضل عليك جبت كل الفاكتورز، روح جيب الواحد زائد الاكس اي زائد البي اي عشان ما تخربط، بتقول انه هو عبارة عن واحد زائد 0.10 زائد 0.10 اللي هي بتساوي 1.2، صح؟ 1.20، تمام؟ 1.20 بتضربها بالفاكتورز اللي ظلوا بتطلع نيد فير فلو لبي، فالموضوع سهل جدا. طيب ف 1.20 ضرب ال 2.65 وعندنا كمان الاو اي اللي هي 1، طيب وهي كان بكون طلعته، خلينا نضرب 1.2 يطلع الجواب 2.4 43.76. طبعا هذا اقل من 2500 فبقربه الاقرب 250، يعني هذا بين ايش وايش محصور؟ بين ال 2250 وبين 2500، صح؟ لايش اقرب؟ اكيد اقرب ل 2500، فبقول هذا تقريبا 2500 جرام بير مينيت، تمام؟ فالموضوع سهل تاع نيدد فاير فلو، تمام؟ طيب فهيك احنا بنكون اخذنا مثال يعني على الحالتين. ناخذ في مثال اخر كمان انا هون جبته. طيب هذا المثال بحكي لك اسيوم، افترض انه عندك تو بيلدينجز، افترض انه عندك مبنيين، كمان ممكن طبعا على فكره يجيك ثلاث مباني، ايوه فعادي يعني يجيك ثلاث مباني بتشتغل نفس الشغل عليهم، تمام؟ بتشتغل نفس الشغل غالبا اذا جاء، يعني كيف تشتغل نفس الشغل؟ يعني بتيجي مثلا مين المبنى الايفالويتد؟ هذا، صح؟ المبنى الايفالويتد مثلا وعندنا هون مبنى، يعني بس نوضح هاي الفكره، وهون مبنى، هذا المبنى A مثلا وهذا B وهذا C، هذا الايفالويتد، صح؟ فهذا لازم تطلع له CI و OI، تمام؟ بضل عندنا مين؟ الاكس اي والبي اي، صح؟ طيب الاكس اي والبي اي بتيجي بتروح بتطلع اكس اي لهذا المبنى، الاي مع البي،
وبطلع اكس اي من هذا تمام، وبطلع البي اي، بطلع البي اي من هذا، بطلع البي اي من هذا تمام. ايوه بعد ما طلع الاكس اي من هذا ومن هذا يعني صار عندك ايش زي قيمتين يعني جزئين، فباجي بقول النيدد فاير فلو هذا بسميه الاول يعني هذا النيدد فاير فلو واحد وهذا النيدد فاير فلو اثنين تمام. ايوه بجمعهم مع بعض بعدين بجمع يعني بطلع النيدد فاير فلو اول نتيجه انه هذا له مثلا اكس 1 وبي 1 نسميهم وهنا اكس 2 وبي 2 يعني نفس الشغل تشتغل بس بتشتغل اي مع المبنى بي ومره اي مع المبنى سي تمام. ايوه بتشتغل بطلع الاكس والبي بين اي وسي والاكس والبي بين اي وبي تمام. ايوه وبعد ما تطلعهم بتروح بتطلع من هذول القيم، طبعا السي اي والاو اي ما بيتغيروا تمام، ضلهم ثابتات لانه من المبنى اللي بشتغل عليه تمام. فنيد فاير فلو ايش بكون؟ لنيد فاير فلو الاول بكون عباره عن سي اي في او اي في الاكس 1 في او مش في الاكس 1 او في 1 زائد الاكس 1 زائد البي 1 تمام. طيب بالنسبه لنيد فاير فلو الثاني بكون سي اي في او اي ضرب الواحد زائد اكس 2 في بي 2 تمام. فهيك الفكره، وبعد ما تطلعهم الاثنين بتجمعهم مع بعض يعني عادي يجيك ثلاث مباني تمام. فالفكرة بسيطة، لو أربعة نفس الشيء، لو خمسة نفس الشيء، هسه الفكرة الأساسية إنه إكس أي سي أي وأو أي هذول بظلهم نفس الشيء تمام، عادي ما بتغير لأنهم للإيفاليويتد بيلدينج لمبنى واحد، بينما الإكس هاي والبي هذول بتغيروا بحسب المبنى، يعني هذول لأنهم بيعتمدوا على المبنى الإيفاليويتد والمبنى اللي جنبه، فإذا كان في مبنيين جنبه بطلع للمبنى هذا وللمبنى هذا تمام، إذا كان في ثلاث بدي أطلع للثلاث، إذا كان في أربعة بدي أطلع لأربعة تمام. لاجل هيك احنا بالواقع يعني بنستخدم برمجيات، يعني مثلا مبنى بتلاقيه بين خمس مباني، ايوه فهذا اكيد ما راح تحسب له بايدك، وانما بتستخدم برمجيه عشان تطلع نيد فاير فلو، وفي كمان ريكومنديشن بكون النيد فاير فلو، ايوه بتسهل عليك يعني الحسابات، ولكن انت مطلوب منك تفهم هاي البروسيس انك كيف تحسب تمام. فيعني اتمنى تكون وضحت فكره الثلاث مباني، يعني لو اجاك ثلاث مباني بتشتغل بالاليه هاي. طيب هذا الامتحان او هذا عفوا السؤال، هذا السؤال شو اسمه على مبنيين بيحكي لك two buildings are next to each other ماشي with a clearance distance، قديش المسافة بيناتهم؟ 48 feet. إذا كويس المسافة بيناتهم 48 feet. إذا هذا أول شيء استفدنا إنه في عندي مبنيين والمسافة بيناتهم يعني هذا المبنى وهذا المبنى، بعد مش عارف ولا واحد عن الثاني بس عارف المسافة بيناتهم 48 feet لأنه هاي أكيد بتلزمني. طيب قال لك building A is a two stories، إذا building A إذا طابقين، ايوه بيلدينج ايه طابقين، ايوه 115 105، اذا هاي ايه نجي هون ننزل نحط ايه عندنا بقول لك عباره عن 115 في 105 كم طابق؟ 2 ستوريز تمام. طيب وبالنسبه للثاني اوف ماسونري نون كومباستبل، ماسونري نون كومباستبل شو يعني؟ يعني بروح اطلع الكونستراكشن تاعه، فبالتالي الاف قديش الاف بتساوي؟ ماسونري نون كومباستبل يعني الكلاس 4 راح يكون. لو رجعنا هون لهذول طبعا هذول كلهم بيجوا معك بالامتحان الجداول وهاي حتى تمام، فالاف بتساوي 0.8 لماسونري كومباستبل يعني نفس المثال السابق تقريبا، وبالنهايه يعني راح يجيك المواضيع مباشره بس انت تكون فاهمها. 0.8 اي كلاس؟ الكلاس مهم معرفه اللي هي كلاس 4 تمام. طيب النقطة اللي بعديها بيحكي لك construction and is occupied، إذا occupied عم بيحكي لك عن ال occupancy، بس occupied with 20% explosives وعندنا 80% metal products. أيوة هذا المبنى فيه نسب يعني فيه على فيه multiple occupancies، فبدأ أتذكر شروط النسب. أيوة هل هذا المبنى بزبط يكون شروط النسب كانت إنه C1 ممكن يكون أو C2 أو C3 أو C4 أو C5، وإذا ما كانش ولا واحد منهم C3 صح؟ طيب تعال نجي نشوف C1 كانت شروطها إذا بتتذكر إنه يكون 95% C1. طيب أول إشي إحنا نعرف شو الميتل، الميتل هاي إيش والإكسبلوسيف هاي إيش، هاي إيش تصنيفهم هذول؟ الميتل تصنيفها هاي معادن، معناته أكيد مش قابل للاشتعال. لو رجعنا لفوق يعني لو تروح ترجع لفوق بالسلايدز راح تلاقي الميتل مكتوبة من ضمن الكلاسيفيكيشن الأول، يعني هاي C1 ليش؟ لأنها مواد غير قابل للاشتعال. طب بالنسبة للإكسبلوسيف متفجرات، متفجرات شو بدها تكون C5 صح ولا لا؟ فمباشرة إكسبلوسيفز هاي C5. طيب إحنا عرفنا إنه في C5 وفي في C1، C1 نسبتها 80% معناته أكيد مش الشرط الأول، لأنه الشرط الأول كان يقول لك إيش C1 بديها 95%. طيب الشرط الثاني، الشرط الثاني بيحكي لك بدي الكلاس، الكلاس لهذا الاي يكون اما 5 او 6، بس هذا الكلاس له 4 معناته الشرط الثاني التغى مع السلامه. طب سي 4 الشرط الثالث اللي هو تاع السي 4، تاع السي 4 كان في شرطين، ايش الشرطين؟ انه يكون سي 4 مع سي 5 حوالي 25% والسي 5 تكون اقل من 15%، بس للاسف والله هون السي 5 قديش 20%، ايوه معناته الشرط الثالث التغى ممتاز. طب السي 5 ايوه السي 5 شرطها انه اي مبنى فيه سي 5
5 اكثر من 15%. 15% والله هيو هذا المبنى اصلا فيه سي 5 اكثر من 15%، معناته هذا المبنى بصنفه كسي 5. اذا هذا المبنى شو يصنف سي 5؟ معناته الاو اي له قديش؟ الاو اي له عباره عن 1.25. لو رجعنا للجدول اللي تحت السي 5، تمام، وضحت الفكره. طيب ممكن ايش هو يعمل مثلا؟ ممكن يجيب لك سؤال اخر، بس بدل ما يحط لك هاي 20% يلعب بالنسب، يقول لك هاي مثلا افترضها بدل ال 80 90%، وبدل ال 20 يحط لك اياها 10%. هسه فعليا ال 90% مش محقق الشرط الاول بتاع السي 1، والسي 2 كمان مش محققه، لانها ايش؟ لانها الكلاس 4 مش كلاس 5 او 6. والسي 4 كمان مش محققه، السي 4 لانه ايش؟ لانه السي 4 والسي 5 قلنا لازم يكونوا 25%، ولكن هون انا عندي سي 5 بس 10%. طب والشرط اللي بعديه تاع السي 5 برضه مش محقق، سي 5 10% يعني اقل من 15%، فمش محقق، انا بدي اياها اكبر من 15، تمام. فبالتالي اذا ما حقق ولا شرط معناته بصنفها سي 3. فاذا في هاي الحاله لو كانت النسب 10% 90% تصنف سي 3، تمام، بس هاي الحاله مش معنى. فاذا احنا عرفنا الاو اي بتساوي 1.25، ممتاز جدا. طيب بيلدينج بي، البيلدينج الثاني بقول لك هي عباره عن السوبر ماركت. اذا نيجي هسه للبيلدينج الثاني، يلا معلومات عن البيلدينج الثاني. قال لك سوبر ماركت، سهل جدا نطلع على الاو اي. سوبر ماركت يعني اكيد سي 3 صح، معناته 1، تمام. السوبر ماركت والفود وهذا هاي القصص هن عباره عن ايش؟ عن سي 3، تمام. طيب لو رجعنا للجدول ها عشان نتاكد اذا بتحب، هيو سي 3 هي ديبارتمنت ستورز او سوبر ماركتس، تمام. وايضا هذاك طلع معنا سي 5 بناء على النسب اللي حكينا عنها سابقا. طيب ماشي، قديش مساحتها؟ 75 في 55. لاحظ الارقام هنا مختلفه، بدك تنتبه للمساحات. 75 ضرب 55 فيت، طيب ممتاز. وكم طابق؟ اظن حكى واحد ستوري، تمام. فعلا لو نرجع نقراها، وان ستوري، ايوه هي وان ستوري كونستراكشن اوف ماسونري ان كومباستبل. ماسونري ان كومباستبل معناته زي الاولى، ايوه معناته ايش؟ راح تكون كلاس 4، كلاس 4 والاف الى كم؟ 0.8. حلو ممتاز جدا. طيب بقول لك ذا 115 فيت وول اوف ذا بيلدينج اي بقابل ال 55 فيت وول اوف بيلدينج بي. هاي مهمه، مين اللي بيقابل مين؟ مين الجدار بيقابل الثاني؟ ابو ال 115 اللي بايه، طبعا ايه هي الاكبر، معناته ايه هاي وهاي بي صح. ايه المقابل الها هذا اللي له طول هون نحكي هيك، ايوه هذا اللي بالايه، هاي قديش هاي؟ 115 فيسنج وول، تمام. طيب وهذا قديش الفيسنج وول له؟ قال لك هذا بيقابل ايش؟ الاي الام ال 115 بتقابل البي ابو ال 55، فهذا 55 طوله، تمام. مهمات هذول اعرفهم الاطوال عشان اعرف هسه احسب اللينث هايت بالاكسبوجر. اند بوث وولز هاف دور ويز، اذا في عندي دور واي، يعني في عندي ايش؟ في عندي جسر بيناتهم، تمام. ممكن يحكي لك ما في عندنا جسر، معناته ما في عندنا كوميونيكيشن، معناته البي اي بتساوي صفر لو ما في كوميونيكيشن. هذا الجسر كومباستبل كونستراكشن، كومباستبل، حلو. هذا الجسر اذا البي اي عشان اطلعها بدي اعرف انه انا عندي هون كومباستبل، ماشي، انا قابل للاحتراق. وايضا ايش؟ انا بروتكتد اوبن، معناته هذا اوبن كمان كومباستبل، وايضا انا بروتكتد البسج وين نوع، انا بروتكتد، تمام. ويعني البي اي هسه بقدر اروح اطلعه مباشره وبعرف المسافه بيناتهم 48. خلينا نطلع البي اي مباشره اذا بتحب. هي من هون هذا الجدول تاع البي اي، وقال لنا كومباستبل، معناته بدي اروح هون اوبن ولا انكلوز، قال لي اوبن، انا بروتكتد كمان حكى لي. طيب ايش المسافه بيناتهم؟ 48. 48 يعني من 21 ل 50 معناته 0.10، يعني طلع معنا نفس المثال السابق تقريبا. فالبي اي احنا قلنا البي اي لمبنيين ما بتفرق، يعني البي اي المبنى الاول ولا الثاني نفس الشيء، ايوه، سواء كان هذا ايفاليوتد هذا اكسبوست ما لها دخل فيهم، هي بتعتمد على الجسر هذا اللي بيناتهم. فالبي اي هي عباره عن 0.10 طلعت معنا، فخلص يعني احنا قضينا على البي اي مباشره، تمام. طيب شو ضر علينا؟ ضر علينا انه ايش بده السؤال؟ قال لك كالكوليت نيد سفير فلو لمين؟ لايه. فاذا بده لايه، تمام، بنروح بنطلع السي اي لايه وبنطلع الاو اي لايه، اصلا طلعناها الاو اي لايه، هيها 1.25 من السي اي لاي، وظل الاكس اي لاي، بس يعني ظل فاكتورين نطلعهم. طيب السي اي لاي كيف نطلعها؟ هي عباره عن 18 ضرب الاف اللي هي 0.8 ضرب المساحه. كم طابق هذول؟ 2، معناته انا في عندي اول شيء مساحه الطابق الارضي اللي هي 115 ضرب 105 زائد، ايوه، كم اخذ من مساحه الطابق اللي ظل؟ قال لك كلاس 4 معناته بدك تاخذ 50%، معناته بدك تاخذ نص، ايوه، من ال 115 ضرب 105 لانه بس طابق واحد طبعا، فانا قلت نص ال 115 105 كله قوة نص، فطلع لي السي اي اي. يعني سهل الموضوع جدا، بسيط يوم ما تفهمه وتفهم الجداول، يعني كل الامور بتصير سهل، تمام. طيب 115 هون نحكي على الحاسبة ضرب 105 زائد نص في 115 ضرب 105، بس تأكدوا من الارقام اللي بحسبها لا تطلع غلط، يعني هاي 1937 او 38 تقريبا، تأكد منها.
تمام. طيب هاي السي اي اي وظل عندنا الاكس اي اي. طيب الاكس اي اي ايوه الاكس اي كيف اجيبها؟ اكس اي بدي اياها للاي صح. طيب بدي اياها للاي معناته مين اول شيء؟ اول خانه بالجدول كانت الايفالويتد، شو وضعه؟ هل هو في اوبننج ولا ما فيهوش اوبننج الايفالويتد؟ تعال نرجع والله ايش وضع ما ايش وضع الاي ايوه ايش وضعه الفيسنج وول تاعه. طيب لاحظ حكى لي عن انه ماسونري نون كومباستبل كونستراكشن وبس، ما حكى لي غير هيك تمام. ايوه هسه هو شوف اذا ما حكى لك انه بلانك، الحاله الستاندرد انه يكون وذ اوبننج تمام. اذا الحاله الستاندرد يكون وذ اوبننج. اذا ما حكى لك انه ماسونري بلانك يم بالحرف حكاها الفيسنج وول ماسونري بلانك، ايوه معناته والله الستاندرد يكون اوبننج يعني في اوبن تمام. وبالتالي انت مباشره هنا ايش بتفهم؟ بتفهم انه انا بدي اروح على هاي الحاله مش على اللي تحت، مش على البلانك تمام. طبعا البلانك ما اخذنا عليها مثال بس انت المفروض تكون فاهمها زي ما حكينا بالمحاضره الماضيه. فاذا انت ما حضرت المحاضره الماضيه رجاء روح احضرها عشان موضوع البلانك ماسونري لانه مهم جدا ممكن يجيك عليه سؤال عادي يعني تمام. فاذا احنا هون راح نشتغل. طيب المسافه بيناتهم كم؟ 48. معناته هون كمان راح اشتغل بين 31 وال60. طيب ماشي. ايضا اللينث هايت لمين؟ للاكسبوز. طب مين اكسبوز؟ اللي هو المبنى بي صح. طيب المبنى بي اكسبوز قديش ارتفاعه؟ واحد ستوري. وايضا ايش اللينك تاعه؟ ما تروح تحكي لي اللينك مش عارفه، اللينك حكى لك اياه اللي هو تاع مين؟ 55 تمام. فاللينك مش 75، هاي 75 ترى الطول الثاني اللي هي هاي، فهذا الطول مش مقابل تمام. فانا بدي ال 55، ف 55 في واحد بحكي. طيب ماشي. فاذا انا الاكس اي عشان اجيبه بدي اقول انه لينك هاي 55 في واحد يعني 55. فنرجع للجدول، اذا احنا قلنا المسافه بيناتهم هاي صح. طيب و55 في واحد اللي هي 55 يعني هاي بين الواحد والمية. معناته أنا إيش بروح؟ بروح هسا طبعاً هذول نشطبهم. أيوة أنا صرت هون من بين الواحد والمية. طيب هسا أنا الآن بدي الكونستراكشن كلاس لمين؟ للإكسبوست. بي شو الكونستراكشن كلاس إلها؟ الكونستراكشن كلاس إلها قلنا إنها أربعة تمام؟ معناته كلاس أربعة معناته هاي هون اللي هي الكلاس الرابع. طيب الكلاس الرابع شو وضعها؟ انا بروتكتد اوبننج ولا سيمي بروتكتد ولا بلانك؟ طبعا وين انا بلاقي الان بروتكتد؟ الان بروتكتد بلاقيها اخر شيء زي الكوميونيكيشن. يعني الكوميونيكيشن انا بروتكتد اوبننج معناته اكيد الاوبننج اللي عليه انا بروتكتد تمام. فبترجع هون لموضوع الان بروتكتد مره ثانيه وبطلع عندك نفس الفاكتور السابق، بتروح بتطلع بوينت 10 تمام. فاذا يعني من هذا المبدا ماشي. فهيك الاكس اي بتطلع عندنا بوينت 10 خلاص احنا هيك كملنا. بس عليك تقول نيدد فاير فلو هسه وتقربه لايه ايش بيساوي؟ بتساوي قيمته والله السي اي اللي هو 1983 ضرب الاو اي اللي هي 1.25 ضرب اللي هي 1 زائد 0.1 زائد 0.1 اللي هو البي اي تمام. فاللي هو 1.2 فهذا نطلعه ضرب 1.25 ضرب 1.2. طبعا لا تستهون بال 0.2 هذول يعني هو بيفرقوا معك بالحل كثير، او ال 0.1 يعني راح يفرقوا بالحل لان الارقام هنا هذا الرقم كبير تمام. ف 2900 بيطلع الجواب و7. 2907 يعني بدي اقربها 500 معناته راح تتقرب ل 3000 جالون بير مينيت تمام. ايوه بدي اقربها لل 500 الاكبر لانها اكبر من 2500 بتتقرب ل 3000. وهيك احنا بنكون انهينا موضوع نيدد فير فلو. اتمنى يكون كل شيء واضح، وهيك بنكون انهينا اول بارت من الماده، وان شاء الله المواضيع تكون كلها سهله، وان شاء الله نلقاكم في محاضره جديده مع البارت الثاني. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، دمتم في امان الله.